بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 27/9 باشرت مستشفى الشرقاط بحملة ختان كبرى طهور للأطفال في مستشفى الشرقاط وكل القرى المحيطة بها بمناسبة المولد النبوي الشريف. طبعا أشكر الدكتور محمد الحامد على هذا المبادرة الجميلة، ولو هو مواقفه ما تنسي، يعني من كان قبل بالمستشفى وهسه وإلى آخر الوقت، يعني ما يتعوض أستاذ محمد الحامد الدكتور أبدا. وللعلم أنا سميت ابني على الدكتور لأن هو بادر بالعملية المجانية لخاطره، احتاجت عملية وما قبل أنه أخذه خارج، قال أبد. وأي واحد قال يحتاج أي عملية داخلية بدون أي فلوس بالمستشفى. طبعا دكتور محمد الحامد مواقفه كثيره مع الناس، وابو الفقراء طبعا انا سميته حلبوس المستشفى، انا اطلقت عليه هذا الاسم دكتور محمد الحامد ويستاهل. طبعا اكو موقف ظريف للدكتور انا اتذكره او سولفوا لي عنه والدي، بل من كان بال 2011 اعتقد مدير المستشفى او 2013 جاء عرس على المستشفى، فتلقوه الدكاتره يشوفون شكو، فمن طب العرس تلقوهم قالوا لهم احنا جايين تنقصور بنافره المستشفى كانت مرتبه، من قدموا يعني الاشياء بالمستشفى لا يوصف ولحد الان، واي اخبار كاذب عن المستشفى هذا كذب في كذب. الاسعافات مليانه بنزين والمستشفى مليانه علاج وكل شيء مجاني وتعاملهم جدا جيد. هذا الحمله حل جيده يعني للانسان دخلهم ضعيف والفقراء والمعدم. اشكر الدكتور واشكر قناه صلاح الدين. نشكر مستشفى الشرقاط العام بمناسبه المولد النبوي الشريف لطهور الاطفال بقيادة الدكتور محمد حامد، ونشكر كافة الكادر الموجودين معه والمستشفى. بارك الله بكم، حملة فاخرة، بارك الله بكم الجميع، حملة إن شاء الله ألف خير للأطفال كلهم. نشكر الأخوة القائمين على هذه الحملة في مستشفى شرقاط العام بجهود الدكتور محمد حامد، وطبعا هاي الحملة مو الأولى، صارت قبلها كثير حملات، فنشكرهم على جهودهم المبذولة تجاه أخوتهم بهذه المناسبة الكريمة، وبارك الله بالجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يعني حملة ممتازة حيل، وبهالمناسبة اللي عظيمة هي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما فوقها مناسبة. ونشكر الكادر، كادر المستشفى بأكمله من المعين إلى مدير المستشفى على هذه الحملة المباركة. شكرا لكم أيضا مرة أخرى، بارك الله بكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبارك للأمة الإسلامية بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشكر جهود الدكتور محمد الحامد مدير مستشفى الشرقاط والكادر وكادر مستشفى الشرقاط بهذه الحملة. مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المناسبة الجليلة والكريمة على قلوب العراقيين، نهنئ العالم الإسلامي أجمع والعراقيين بشكل خاص بهذه المناسبة الجليلة على قلوب العراقيين، وهي مناسبة نتذكر بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المباركة. بهذا المناسبة اليوم قامت مستشفى الشرقاط بحملة ختان كبرى، هذه الحملة احنا قمنا على إدارتها وإشرافها، والحمد لله اليوم العدد وصل إلى 100 طفل حملة طهور في مستشفى الشرقاط، ودع تشوفون الإعداد، دع تتوافد إلى مستشفى الشرقاط بهذا المناسبة والكريمة. كافة التسهيلات الإدارية والتسهيلات لهذه الحملة، وتبدأ الحملة بدأت من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا،
واذا توافدت اعداد كبيره ممكن نخليها للمغرب. واحنا ايضا راح نقوم حمله ثانيه في بعد شهرين، لان اهل الشرقاط بهم طبقه ضعيفه وطبقه متوسطه، وهي خدمه بسيطه لاهلنا في قضاء الشرقاط. ايضا احنا لا ننسى البارحه يعني الموضوع في قضاء الحمدانيه، موضوع الحريق، فاحنا يعني نسال الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للمرضى والرحمه للاموات. فاحنا باشراف مدير عام صحه صلاح الدين الساعه 12 ليلا البارحه تجهزت اسعافات عدد 2 مجهزه بكافه المغذيات الوريديه وعصارات الحروق وادويه الالتهابات والمغذيات ومسكنات الالام والشاشه الطبي، ذهبت الى محافظه نينوى وقضاء الحمدانيه الساعه 12 ليلا، وصلت تقريبا موقع الحادث الساعه 1:30 مجهزه بكافه الاجهزه الطبيه والادويه باشراف عام من مدير صحه صلاح الدين. وايضا يعني حتى نواسي اهلنا في قضاء الموصل ومحافظه نينوى، واحنا اليوم اسعافاته تنقل المرضى واهل الحروق الى محافظه اربيل، ورجعوا النوم حتى يقولون وجبه ثانيه، واحنا ايضا حاضرين لاي خدمه واحنا تحت التجهيز، لان احنا محافظه نينوى محافظه ايضا مهمه وهي قريبه من قضاء الشرقاط، ويعني فاحنا حاضرين لاي خدمه. وايضا هسه حاليا احنا نغطي الحدث مع حاليا نغطي الحدث حاليا. نهنى العالم الاسلامي والامه الاسلاميه بهذه المناسبه مولد النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات باشراف توجيه مباشر من مدير عام صحه صلاح الدين دكتور خالد برهان، وباشراف الدكتور محمد حامد مدير مستشفى الشرقاط العام. باشرنا هذا اليوم مع بركه الله بحمله ختان لطهور الاطفال في مستشفانا وبتعاون كادر المستشفى على هذه الحمله. نشكر قناه صلاح الدين الفضائيه لحضورهم وتغطيتهم هذه الحمله. بارك الله بالجميع. شكرا، شكرا، جزاكم الخير.